أهلا بيكم في بيت الرب. اليوم العظيم، اليوم اللي بيقول عنه كاتب مزمور 118 تقول كلمة الله في عدد 24: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب أنقذ، مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. معلش اليوم مش من بيت الرب نقدر نبارككم، لكن الله بيعلمنا اليومين دول انه احنا بيته، ولان احنا بيته كل واحد فينا الكنيسة اللي موجودة في بيته بنباركه منها. باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وقد انار لنا، اوثقوا الذبيحة بربط الى قرون المذبح. الهي انت فاحمدك، الهي فارفعك، احمدوا الرب لانه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. اليوم بالنسبة لي يوم مبارك، يوم رائع، وعندي عندي طقس وفريضة شخصية بالنسبة لي، أنه في هذا اليوم بلبس فيه أبيض، في أبيض بالكامل. كلمة الله بتقول في إشعياء إصحاح 1 عدد 18: هلما نتحاجج يقول يهوي، إن كانت خطاياكم كالقرمز، قرمز اللي هو لون الدم الأحمر القاني، تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. وأنا بشكر الله لأجل اللي محى خطاياي وخطاياك واللي غفر كل ذنوبنا. النهاردة يحق لينا مش نلبس أسود، لكن يحق لينا أن احنا نيجي مبتهجين فرحانين، نيجي النهاردة قلوبنا مليانة من عمل الله ونعمتهم. يومنا اليوم على قلبي حطيت لي شعار، الشعار موجود، خليني أقرأ. لو معك كتابك المقدس وانت موجود في مكانك، إشعياء إصحاح 12 في نشيد حمد موجود في سفر إشعياء، نبوة بتقول كلمة الله: وتقول في ذلك اليوم أحمدك يهوي، لأنه إن غضبت إذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن يهوي قوتي وترنيمتي، وقد صار لي خلاصا، فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. نفس كلمة الخلاص هي نفس الكلمة، هو ذا الله خلاصي قد صار لي خلاصا، تستقون مياه بفرح من ينابيع الخلاص من يشوع. وتقولون في ذلك اليوم، هو ذا اليوم، احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله، ذكروا بأن اسمه قد تعالى، رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الأرض، صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون، لأنه قدوس إسرائيل، لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك. وإحنا جايين النهاردة خلينا نيجي بقلوب حاطين قلوبنا عليه، وشعرنا النهاردة وإحنا فرحانين زي ما الكلمة بتقول: هو ذا الله خلاصي، إلهيم يشعاتي بالعبري، إلهيم يشوعاتي، إلهيم يشوعاتي. وأنا بصلي وإحنا جايين كلنا بقلب واحد وإحنا موجودين في بيوتنا، لكن هنحتفل بالرب النهاردة في وسطينا بإلهيم يشوعاتي، هنرنم ليه من كل قلوبنا. تعال نرنم مع بعض الكام ترنيمة اللي جايين وإحنا بنعظم ونمجد إلهيم يشوعاتي. Oh.
نبارك اسمك نعظمك جايين نرفعك النهاردة لأنك أنت اللي فادتنا، أنت اللي شفتنا، أنت اللي خلصتنا، أنت اللي فتحت لينا باب الحياة والخلود، واللي اسمك عظيم فوق الكل، لأنه ما فيش اسم آخر تحت السماء أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع المسيح. بنسبح اسمك يا من صلبت لأجلنا. نسبح اسمك يا من صلبت لأجلنا، نسبح اسمك أحزاننا حملتها، نسبح اسمك يا من صعدت بنا إلى السماء منتصرين، نسبحك على الدوام فقد صاحبت لنا الشيطان ونهتف واثقين، نصد كل الأسوار بإيمان وإصرار باسمك الساحقين أعداءنا، نسبح اسمك يا من صلبت لأجلنا، نسبح اسمك أحزاننا حملتها، نسبح اسمك يا من صعدت بنا إلى السماء منتصرين، نرفع أصواتنا نعلن نصرتنا لك نجد فارحين، كل قوتك لنا سلطانك منحت لنا وفيك منتصرين. هللويا هللويا، نسبح اسمك يا من صلبت لأجلنا، نسبح اسمك أحزاننا حملتها، نسبح اسمك يا من صعدت بنا إلى السماء منتصرين، نسبحك على الدوام فقد صاحبت لنا الشيطان مكانك، حط ايدك مع بعض وعظم اسمه لانه هو انتصر لاجلي ولاجلك. هللويا. نرفع تسبيحنا كلنا، لكن ارفع تسبيحي انا كمان بصوره خاصه جاي قدامك وعظم اسمك يا رب. هللويا. ارفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود يا مالكي يا إلهي رب الأمور، عالي عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيحرر ويفك قيود، ارفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود يا مالكي يا إلهي رب الأمور، عالي في عيوني العالي بيحرر ويفك قيود، وصوتي ليك هيعلم كل ايامي، ده انت فرح قلبي وانت سامي، وصوتي ليك هيعلم كل ايامي، ده انت فرح قلبي وانت سامي، افرح سماوية بحضورك بتنور قلبي، ده كفاية انك معايا وانت برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود يا مالكي يا إلهي رب الأمور، عالي عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيحرر ويفك قيود، والصوت ليك هيعلى كل أيامي، ده أنت فرحان
السماوية جوه قلبي جوه أعماقي، لأنك أنت اللي حبيتني، حبيتني للمنتهى يا رب. هللويا. أيوة جايين نعظمك رب، جايين نبارك اسمك، جايين نرفعك، جايين نعليك، جايين اليوم رب من كل قلوبنا بصبح وحمد أمامك، إنك أنت إلهيم يشوعاتي، إنك أنت هو يا يهوى قرن خلاصنا إلا أعطتنا خلاص ونعمة. شكرك لأن احنا جايين نقول رب زي ما شعبك كان بيقول في القديم، اربطوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. أنت هو خلصنا، أنت هو فدانا، أنت هو شفانا. وإحنا بنقول النهاردة مش جايين نقول آه يا رب خلص ولا آه يا رب انقذ، إحنا جايين النهاردة نشكر من كل قلوبنا لأنك أنقذت، لأنك خلصت، وخلاصك متاح للجميع. واقفين قدامك كلنا اليوم يا رب، إن كنا رب في بيوتنا، إن كنا في أماكننا في أي مكان، أشكرك لأنه السقف اللي مغطينا قدامك أنت قادر تشوف منه مهما كانت رب الأماكن المستترة اللي احنا موجودين فيها، لكن أمام عينيك الكل مكشوف، وأمام عينيك قدامك شعب، قدامك كنيستك، قدامك جسدك اللي أنت دفعت فيه أغلى تمن، جاي بيرنم ليك، بيحمد اسمك، بيعظمك لأجل صنيعك ومعروفك في هذا اليوم اللي صنعته لينا في شخص يسوع المسيح
المسيح اللي قدم نفسه ليك كفارة عن خطايانا، مش عن خطايانا بس اللي آمنا، لكن عن خطايا كل العالم أجمع. قلوبنا ممنونة ليك، نفوسنا مرفوعة على قد عمل نعمتك العظيم اللي عملته. أسكب علينا النهاردة يا رب تقدير وامتنان، أسكب علينا اليوم يا رب قلب ساكن أمامك مش ناسي وفاكر قد إيه أنت صنعت. بنبارك اسمك لأنك أنت حي وقدير، لكل المجد يا رب، آمين. خلينا نسمع كلمة الرب النهاردة من إشاعة 53. أختنا نرمين عاطف، أهلا بك نرمين. مساء الخير. هنقرأ مع بعض من سفر أشعياء إصحاح 53 من العدد الأول لنهاية الإصحاح. من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتياه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أسامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، إنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة اسم يرى نسلا تطول أيامه، ومصرة الرب بيده تنجح، من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وأسامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل إنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أسمتي، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. آمين. زي ما كانت كلمة ربنا بتكلمني وبتكلمك، هو يعرف يعني إيه يغفر ذنبي بالكامل. أنا بصلي النهاردة كل واحد فينا هو جاي قدامه مصدق في اللي عمله الرب علشانه، مصدق في اللي في الدم اللي شال خطاياه، مصدق في الدم اللي شفاه من أمراضه واللي لسه ستره واللي لسه مغطيه. أنا بصلي من كل قلب ربنا يدينا النهاردة نعرف إزاي نسبحه ونعظمه ونهتف ليه، وإحنا بنقدم ذبيحة تسبيحنا بس قدامه، بنعترف بفضل النعمة، بنعترف بالدم اللي فدانا واللي شفانا واللي غيرنا. حاضر. Yeah.
فدا العجيب أبنو منك الآن يا مصدر الحياة. قرب زي ما قرب بكل اللي فيه. أبنو منك الآن هو مانح الغفران. مانح الغفران في رحمة.
لو غفر ذنبك، لو شفى أمراضك، لو رفع راسك. أنا بترجاك اليوم في هذا اليوم الخاص جدا، مفيش فرصة نبص على نفسينا، ما عندناش غير فرصة واحدة بس، نبص عليه هو، نبص عليه هو. الترنيمة القديمة بتقول أنا مش هبص على نفسي، على عجزي وخوفي ويأسي، أنا هفضل عيني عليك النهاردة وعلى صليبك اللي غفر لي ذنوبي واللي شفاني من أمراضي. هللويا. لو حابب تقف وانت في البيت اقف معايا وانت بترنم الترنيمه دي. انا بيك خطاياي مغفوره، انا بيك عيوبي مستور، وفي قلبي وعمري محفوره وعند غفرانك. انا بيك خطاياي مغفوره، انا بيك عيوبي مستور، وفي قلبي وعمري محفوره وعند غفرانك. انا مش هبص على نفسي، على عجزي وخوفي وياسي، انت هتملاني خلينا مع بعض نفتح كلمة الله من إنجيل متى أصحاح 26، جزء معروف في الليلة اللي أسلم فيها يسوع. تقول كلمة الله في عدد 26: وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. لو كتابك المقدس معك من فضلك قول معي الآية الأخيرة دي: لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. دمي لمغفرة الخطايا، دمي لمغفرة الخطايا. ليه الدم لمغفرة الخطايا؟ بعض الناس عندها منطق، والمنطق أنه الله في قدرته وفي سلطانه ليه أنه يختار أن يكون ما يشاء، وهو تواب رحيم ممكن يعفو عنك من غير أي حاجة. لكن هنا كلمة الله بتعلمنا شيء، بتعلمنا أنه الله من البداية وضع لآدم وقال: من كل شجر الجنة تأكل، أما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها. ليه؟ يوم تأكل منها اللي هيحصل موتا تموت. كلمة الله بتعلمنا أن أجرة الخطية هي موت. جه القانون ده منين؟ من الرب قاله لآدم. ولما بقت الخطية هي أجرة الموت، لابد أنه أمام الخطية أن يكون في شيء معادل ليها وهو الموت.
عشان كده لما الرب بيقول انه دمي الذي يسفك لأجل مغفرة الخطايا، شمعنا الدم لأجل مغفرة الخطايا؟ لأن الدم مش يعني دم يا جماعة، عشان بس نبقى يعني هادين وإحنا بنفكر في الأمر. الدم معناها إنه في حياة بزلت. لو أنا بكل جسدي اللي أنا موجود فيه ده، لو حصل لي نزيف، مهما كان عندي قدرات هائلة ودماغي قد كده وقلبي ده، لو الدم توقف أو الدم مش ماشي في عروقي أو تسرب منها، لن يكون هناك حياة لكل جسدي. كلمة الله بتقول في لويين 17-11، نفس الجسد هي في الدم، نفس الجسد هي في الدم. دي الحياة اللي بتعطى نظير كل خطية ترتكب، وأمام كل خطية أجرة الخطية هي موت. علشان الموت ده يرتفع، لابد ان في حياة تدفع من الناحية التانية، والحياة لما بتدفع بيعبر عنها انه في دم اتسفك. فالدم المسفوك واللي الرب امر بيه، واللي كان من وقت موسى، ان الله اعطى ذبائح للشعب، هذه الذبائح للتكفير عن الخطية. واحنا بنحتفل اليوم وبنقول انه إلهيم يشوعات، واحنا بنقول انه يشوعات هي نفسها كلمة يشوع، كلمة يسوع هو الحمل المذبوح لاجلنا جميعا. الدم النهاردة لاجل غفران الخطايا. نفسي اقول لكل مؤمن وكل مؤمن النهاردة واحنا بنحتفل بهذا الاحتفال، يمكن انهض بالتذكرة مرة تاني ذهنك علشان ترجع تفكر، علشان انا وانت يكون لينا غلبة وسلطان، ومش واقعين في ضمير خطايا وضعف مسكنا او حجبنا او مرجعنا في علاقتنا مع الرب. الدم لاجل مغفرة الخطايا. احنا النهاردة بنحتفل بالفصح يا جماعة، بنحتفل بالايه؟ بالفصح. وفي الفصح خروف الفصح، خروف الفصح دي الضربة العشرة اللي الرب ضرب بيها المصريين، لكن كل بيت في إسرائيل عنده هذا الخروف، الخروف اللي جابوه في اليوم العاشر 4 أيام قبل الفصح، يكون بلا لوم، يكون بلا عيب، مفهوش كسر، مفهوش عاهة، ابن سنة واحدة، ويقدم انه يذبح ويتاخد من دمه. لما بنقول انه ذبح معناها ان الخروف مات. الخروف ماله؟ مات. ايه الدليل ان الخروف مات؟ مش مات بالخنق مات بالذبح، والدم بتاعه سال. والرب بيقول تاخده من الدم تحطه على القائمة قمتين والعتبة العليا. لما يجي الملاك المهلك يعبر، ارى الدم وإيه يحصل له؟ أعبر عنكم. أنتوا موجودين في البيت، أنتوا محفوظين في داخل البيت، بتعيدوا، بتاكلوا الخروف اللي اتذبح، بتاكلوا الخروف اللي اتذبح من أجلكم، لكن أنا من الخارج أرى الدم فأعبر عنكم. رب يسوع بيقول دم لأجل مغفرة الخطايا. ده اللي نفسي أفكرك بيه النهاردة كمؤمن كمؤمنة، وأقول لكل واحد تاني، الدم نمرة واحد مش عشانك، دم عشانه، هو اللي شايف من بره، هو اللي شايف من بره، هو اللي من بره شايف انه في حياة اتدفعت بدل الناس اللي موجودة في داخل البيت. في دم لأجل غفران الخطايا. انا بشكر النهاردة الرب انه لا عندنا هيكل ولا عندنا مذبح نأتي به نقدم به ذبيحة. كلمة الله بتقول في عبرانيين 9:12 هذه الكلمات، ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. حد يقول لي هاليلويا. دخل مرة واحدة إلى الأقداس وجد فداء أبديا. عايزك تفهم حاجة النهاردة، تفهم إنه في حياة اتدفعت علشانك، وفي الدم في حياة كافية جدا قادرة تسترك وقادرة تغطيك، قادرة تسترك. كلهم جوه البيت، افتكر القصة، كلهم فين؟ جوه البيت. ايه اللي حميهم؟ سقف البيت؟ جدران البيت؟ اللي حميهم حاجة واحدة بس،
الدم اللي موجود والرب شايفه. وأنا بقول لك اليوم إنه دم يسوع المسيح مرشوش مال السماوات مال عيون الآب بكفاية. أنا وإنت مش محتاجين نعمل شيء تاني غير إن إحنا ناخد هذا الدم لحياتنا علشان يكون لينا غفران الخطايا. رب يسوع بيقول إنه ده دم اللي يسفك لأجل غفران الخطايا. إيه هو الغفران؟ إيه هو الغفران؟ كلمة غفران أو غفرة ليها معاني كتير في كلمة الله أو ترجمات. معناها كفر. إحنا وإحنا صغيرين كنا نعمل كرة كفر. كفر يعني عملناها ببالونة ولا بأي حاجة وكده غطناها بحاجة فكفر غطناها. غطى أو كفر أو تيجي بمعنى تانية إنه نسي ترك شال. تيجي بمعنى آخر إنه يزيل أو يمحو. غفر يعني أزال أو محى شال بالكامل. كلمة غفران معناها اتشال الأثر. تيجي كمان بمعنى قانوني معناه القضية اتحفظت. حد يقول لي هاليلويا القضية ملها القضية اتحفظت خلاص لن يعود ينظر فيها مرة تانية. كلمة غفر معناها أزال العائق كأنه كان في سد وهذا السد اتشال واترفع. كلمة غفر معناها أنه كان عليك دين والدين في حد سدده معناها غطاه. حد غطاك حد سترك حد دفع الدين عوضا عنك. المعنى الأخير وهنا برضو معنى قانوني معناه عفى عن جريمة. كان في جريمة وحد عفى عن هذه الجريمة مقابل تمن مدفوع. اوعى تنسى الحدوتة دي مش ببلاش مقابل تمن مدفوع. نفسي النهاردة أقف معاك وأقول لك ضميرك وجعك؟ كم واحد مننا بيقع في خطاياه؟ كم واحد مننا لسه الشرير بيجي يشتكي عليه كل يوم انت عملت انت سويت بص لنفسك انت بتهرج مع الرب انت لسه فاكر نفسك ايه وانت منقسم القلب. الشرير ممكن ياخد كلمة الله ويحاربنا بيها يكسرنا يقلمنا. نفسي النهاردة احنا جينا النهاردة نعظم جينا النهاردة نرنم جينا النهاردة نسبح جينا النهاردة نشكر جينا النهاردة نبارك من كل القلب ونقول لإلهنا احنا جايين نباركك ونعظمك. ولأننا جايين نباركك ونعظمك احنا مصدقين في التمن اللي اتدفع لينا وتمن غالي جدا. دم الحمل اللي فداني وفداك أغلى شيء في الوجود. بطرس الأولى 1:18 بتقول كلمة الله لأنكم قد افتديتم من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء لا بفضة ولا بذهب بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب. دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم. أغلى شيء في الوجود إيه؟ الحياة اللي اتدفعت علشاني وعلشانك. اوعى تفتكر انك حضيف شيء ليه. اوعى تفتكر وتظن انه عندك حاجة النهاردة تقدر تدفعها عوضا عن خطاياك. مهما تكررت مهما كبرت مهما زادت حيفضل دم الحمل نمرة واحد اللي عشان الله الآب سترني وسترك ومغطيني ومغطيك إلى النهاية في دم الغفران الخطايا. نفسي أشجعك اليوم ولا خطية كبيرة على دم الحمل ولا خطية كبيرة على دم الحمل. مرة تاني بقولها لك ولا خطية كبيرة على دم الحمل. حنا الأولى 1:7 بتقول كلمة الله ودم يسوع المسيح ابنه ماله يطهرنا من بعض الخطايا. شوية خطايا. دم يسوع المسيح ابنه بيعمل ايه؟ يطهرنا من كل خطية. من كل خطية. وخطيتك انت بالذات. وخطيتك انت بالذات. بدي بالذات. هو قادر انه يغطيها يسترها يمحيها بالكامل. انا جاي النهاردة نفسي كلنا نيجي بقلب فرحان نيجي بقلب مجتهد نيجي بقلب النهاردة نقول الله احنا جايين نعظم دمك. انت إلهيم يشعاتي انت اللي خلصتني ومن ينبوع خلاصك انا هاخد النهاردة. ينبوع خلاصك بيقول لي انا جاي اقف معاك واقدر عملك اللي انت عملته علشاني جاي اغلب النهاردة بدم الحمل. وكلمتك بتقول في رؤية 12:10 وهم غلبوه بدم الخروف
وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. هللويا. ما فيش فرح في الدنيا أحلى ولا أروع من فرح إنك تحس إنك مبرر، إنه خطاياك اتغفر. إيه بقى كده مزمور 32 النهاردة على مهلك، أوكي؟ ما في طوبة، مبارك الرجل اللي تسطرت خطيته، اللي ستر اسمه واللي الرب عفى عنه. وأنا نفسي أقول لك اليوم، الرب عفى عني وعنك في المسيح يسوع، عشان كده يحق لينا إن إحنا نفرح، يحق لينا إن إحنا نبتهج، يحق لينا إن إحنا نترنم بدم الحمل اللي اتسفك علشان كلنا. تعالوا مع بعض وإحنا بنرنم الكام ترنيمة اللي جايين، ونقول للرب أشكرك لأجل غفران الخطايا اللي عملته في حياتي. هاللويا. مرة تانية خلينا نستمع إلى قراية من كلمة الله من كورنثوس الأولى إصحاح 1 من عدد 18 ل 25 مع أختنا لوسي ألكسان. أهلا بك لوسي. مساء الخير جميعا. كورنثوس الأولى الإصحاح الأول من آية 18. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب: سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة. استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة، لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. أمين. زي ما سمعنا في الكلمات اللي فاتت من كورنثوس الأولى أصحاح 18، بولس الرسول بيقول عدد 18 إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. الصليب مش أفضل شيء. الصليب عند الهالكين جهالة، بمعنى أنه يجهلوه، يعني مش فاهمين البعد اللي وراه، وفي نفس الوقت يدل على حماقة. بمعنى إيه حماقة؟ الصليب منظر للضعف، الصليب منظر مش للقوي. السيد والحر لن يكون على صليب، العبد والمجرم والمذنب والقاتل والسارق واللص واللي كسر القانون الروماني، هو ده اللي في ضعف ينال جزاءه انه يكون على الصليب. عشان كده بالنسبه للهالكين ده جهل، يعني إيه الله يحلها بأنه هو نفسه يكون مدان. أما عند اليهود أو عندنا نحن مخلصين، قبل كده في مكان تاني يقول أنه لليهود عثرة. ليه لليهود عثرة؟ لأنه ملعون كل من علق على خشبة. مستحيل لأي حد يهودي أنه يفكر أن الله حيأتي ويصنع خلاص من خلال هذه الأداة اللي هي الصليب. لكن اللي أنا واقف قدامه اليوم ونفسي إن إحنا ناخد بالنا منه، الصليب ضعف مش قوة في معناها الحقيقي. عندنا إحنا هو قوة الله، خلاص إحنا بنقول عشان مفتخرين النهاردة بيه، لكن هو في حقيقته تعبير عن الضعف الشديد جدا. والتعبير عن الضعف منطق غير مقبول يكون بالنسبة لله الإله القادر على كل شيء، خالق السماء والأرض الذي لا يكل ولا يعيا، الإله الحامل كل شيء بكلمة. ده أنا بجيب لك من الكتاب، دي آيات الكتاب. كيف لهذا الإله أن يكون بهذا العجز وبهذا الضعف الشديد؟ نفسي أقول لك على شيء النهارده، ربنا يفتح عينيك بيه ويفتح عيني أنا كمان بيه. الصليب هي وداعة الحمل.
تقول كلمة الله في إشعياء 53 عنه: كشاة تساق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فم. ما قالش لا ولا اعترض، nothing، ولا شيء ولا شيء، سلم بالكامل. ولما سلم بالكامل ده حمل الله الوديع، حمل الله الوديع. والمخلص الوديع اللي دخل وديع إلى أورشليم، حمل الله الوديع. كلمة وداعة معناها القوة تحت السيطرة. قول اللي جنبك كده، الوداعة معناها إيه؟ القوة مالها تحت السيطرة. ورب يسوع لأنه وديع عنده من القدرة، وهنا القوة الحقيقية، عنده من القدرة إن يخلي قوته تحت السيطرة. وقوة الرب يسوع اللي تحت السيطرة، اللي شايل العالم كله، هنا بنلاقيه واقف متسمر عاجز مش قادر يعمل شيء، لكن ضعفه ده، هذا الضعف أظهر حاجة تانية مختلفة، أظهر قوة الله اللي هي أحكم بكتير جدا من الإنسان اللي بيحاول أنه يلاقي حلول من وجهة نظره. عدد 25 تقول كلمة الله: لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. رددها ورايا: ضعف الله ماله أقوى من الناس. مرة كمان: ضعف الله أقوى من الناس. مرة تالتة عشان هقولك تعمل إيه: ضعف الله ماله أقوى من الناس. ضعف الله اللي هو أقوى من الناس، بولس الرسول بيعبر عنه ويقول في كورنثوس الثانية 13:4: لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله، فنحن أيضا ضعفاء فيه. ضعفاء فيه، إحنا فيه ضعفاء فيها، ولكننا سنحيا معه بقوة الله. ضعف الله أقوى من الناس. ممكن أسألك سؤال يساعدني ويساعدك وإحنا ماشيين وبنسلك في الحياة اللي إحنا عايشينها: ينفع يكون ضعفنا أقوى من الناس؟ على مهلك وانت بتفكر معايا، ينفع اختيارك في أوقات إنك تكون ضعيف، إنك تسكت، إنك ما تردش، إنك ما توريهوش، إنك ما تستغلش اللي في إيديك عشان تقحم الآخر وعشان ترد عليه، ممكن يكون أقوى من الناس؟ ممكن يكون الجهالة اللي أنت بتختارها تكون أحكم من اختيارات اللي حواليك، وأحكم من حيل الشرير اللي بيحاول يوقعنا فيها؟ لأنا نفسي أقول لك النهاردة إنه الضعف ده اللي كان في المسيح يسوع، وللنهاردة كم واحد مصدق انه اتصلب مع المسيح يسوع؟ مش مرة واحدة، مع المسيح يسوع اتصلب مرة واحدة. معايا انا وانت، عشان عندنا مشكلة زغنطوطة، بس معايا انا وانت ما ينفعش ان احنا نعيش بالمرة اللي اتصلبنا بيها مرة واحدة دي. هناك دعوة يومية موجودة في لوقا اصحاح 9 تقول كلمة الله: ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه. امتى؟ مرة كمان: إمتى؟ كل يوم ويتبع. إذن اختيار أني أكون ضعيف ده اختيار الودعاء اللي حط قوتهم تحت السيطرة، واللي إدوا للروح القدس أنه يشتغل فيهم، إدوا لعمل الصليب يكون موجود في حياتهم، اللي بيه قادرين يقبلوا ضعفات الآخرين وقادرين يسمحوا لله في قوته أنه يستخدمهم، يكونوا مثال حي للمسيح يسوع اللي صالح العالم بصليبه، يدينا احنا كمان يوعظ بينا ونقول للعالم: تصالحوا مع الله. سفراء عن المسيح، احنا سفراء عن في الايات والعجائب والقوات. نو زيه بالضبط، سفراء عن المسيح زي ما هو سفير لابوه السماوي. ازاي شفناه ان هو سفير؟ انه في قمه قوته سيطر على القوة، احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ليه؟ لأنه شايف في حاجة أفضل من ده. وأنا بصلي النهاردة الله يعطيني ويعطيك، وإحنا بناخد الصليب في حياتنا بنشيله بطريقة عملية، في ضعفنا
هل نقدر نشيل خطايا الآخرين؟ هو فضعته شال خطايانا. سؤالي هو هل فضعفنا اللي هو قوتنا اللي هو قوتنا ينفع نحتمل ضعف الآخرين؟ ينفع نغفر الآخرين زي ما هو غفر لينا؟ هو بيقول كلماته زي ما أنا مشيت أنا عايزك تمشي ورايا، تتبعني في نفس الخطوات. وأنا بصلي من كل قلبي النهاردة، نفسي أقول للرب خلي ضعفك يكون هو ضعفي، لأن يوم ما هختبر ضعفك هو ده مكمن القوة اللي موجود في حياتي يا رب، ده مكمن القوة اللي يشددني واللي يعضدني، اللي بي أعرف أغفر، اللي بي أعرف أسامح، اللي بي أعرف أكون شهادة ليك، واللي بي وقدامك يا رب أقدر بقوة صليبك أمشي يوم بعد يوم. عندك الصليب عندنا نحن المخلصين، ما أنت مش هتفهم ده، معلش مش هتفهم إن سكوتي عليك إن أنا مش قادر إني أرد عليك وأوري لك، أنت هتفهم حاجة يمكن تفهمها لما ربنا يفتح عينيك، إنه صليب ربنا يسوع المسيح شغال في حياتي. بولس الرسول بيقول لأهل كورنثوس لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع وحده وإياها مصلوبا. وبصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. أنا شايف العالم بالنسبة لي منتهي ميت، والعالم وهو بيبص علي بيني وبين العالم واقف صليب. العالم شايفني في ضعف، العالم شايفني في عجز، لكن هي دي قوة الله. حبائي نفسي أقول لكم في هذا اليوم المبارك اللي احنا واقفين فيه وبنقول ان يهوى يشوعاتي، انا بصلي من كل قلبي في وسط الأزمة، في وسط الضيقة، في وسط الوباء، في وسط اللي احنا عايشينه، في وسط ما الناس عجزة انها تشوف شيء وبتدور على قوة تطلعها من الخطر وتطلعها من المرض اللي احنا فيه، في ناس حقيقية الرب زرعها في هذه الأرض ليهم قوة خاصة، هذه القوة شغالة في وداعة المسيح في حياتهم، وقادرين يستحضروا قوة الله في الأوقات الصعبة لأنهم عايشين وعايشين بصورة مختلفة، بيباركوا إلههم، بيعظموه ويمجدوه لأنه صنع بيهم وفيهم أمر عظيم للغاية. نفسي أنك تيجي في الدقائق دي ترفع قلبك قدام ربنا معايا، ترفع قلبك وانت بتشكره، ترفع قلبك وانت جاي بتقول له رب أدي عجزي، أدي ضعفي، وأدي قوتي، أدي قوتي، قوتي اللي ياما خسرتني مواقف، قوتي اللي أنا أوقات كتير ندمان عليها. علمني اليوم يا رب، علمني اليوم أجي تحت الصليب، أجي أركع عندك، أجي أتأمل في جراحاتك يا رب، وأجي وأنا بقول لك أنا مستنيك النهاردة، مستنيك تشفي مناطق قوتي اللي هي مزعجاني، مزعجة اللي حواليا. تعال المسني برحمتك النهاردة، تعال المسني بشفاك، تعال المسني بقوة صليبك اللي مش بس فيه ضعف من جهة وزر الناس، لكن اللي مليان بالقوة واللي قادر يحييني واللي قادر يغيرني واللي قادر يديني ينبوع جديد للمسامحة، ينبوع للغفران، ينبوع أحتمل فيه ضعف الضعفاء زي ما أنت بقوتك دي احتملت ضعفي يا رب، في اسم المسيح يسوع. هللويا هللويا. خلينا كلنا في الكام ترنيمة اللي جايين نيجي عند الصليب، نيجي واحنا مصدقين واثقين في الرب انه لسه عنده لمسة شفاء لحياتنا. هللويا. تحت الصليب بركع عندك وتأمل فيه راحتك. أنا بجيلك بروحي، أنا بجيلك بروحي، عارف إن شفائي فيك أنت، وعارف إن شفائي فيك، حتى لو كان الرأس خطير، حتى لو كان الكل مريض، أنا بجيلك بروحي، وعارف ان شفائي فيك، بجلدتك شوفيك، بجلدتك شوفيك،
شافك روحي شافك
لسه عمله حي، لسه دمه ليه فاعلية، يلمسني يلمسك يلمس حياتي وحياتك بلمسة الشفاء اللي اليوم أنا حاسس كأنه في مسحة مضاعفة اليوم، مسحة مضاعفة اليوم للمريض، للتعبان، للمحتاج، للمكسور، للي متألم. الرب قادر يجي يشفي اليوم، وإحنا بنعظم عمل دمه، بنعظم صليبه، وبنهتف باسمه اليوم إن في لمسة شفاء وإن في لمسة حياة لكل نفس جاية تسبحه وجاية تحط العين عليه. أنا مصدق اليوم، أنا مصدق اليوم من غير ما حد يصلي لك، من غير ما حد يحط إيده عليك وإنت بتهتف ليه وإنت بترنم، إلهك جاي، جاي اليوم يلمسك بلمسة جديدة. هللويا. حط ايدك على ألمك، ان كان في جسدك، ان كان في ذهنك، ان كان في افكارك، ان كان في حمل، ان كان في هم، صدق ان الرب اليوم قادر انه يشفيك يا رب. من هذا المكان بنطلق قوه شفاء يا رب، قوه ربنا يسوع المسيح المقام من بين الاموات، واللي على الصليب وحمل امراضنا، حمل اوجاعنا، حمل اسقمنا، حمل خطايانا، كل ما فينا. أنا جاي اليوم في اسمك وسلطانك يا رب، بطلق شفائك لكل نفس، بطلق شفائك للي مصدق فيك، بطلق شفائك حتى اللي مش مصدق بعمل نعمتك. أنت قادر تلمس يا رب،
بعدل نعمتك يا رب انت تكتحنا اليوم اجتياح جديد بالايات والعجائب وبغنى رحمتك اللي جاي من جنبك الطعين يلمس كل نفس يلمس كل جسد يلمس كل حياه بقوه شفاء جديده في اسم يسوع امين. مطلوب متشفعين مطلوب متشفعين. اختلف الفقهاء والمفسرين وتعارك العلماء والمنظرين. يا ترى كورونا كوفيد 19 مصدره ايه وجاي منين؟ عرفنا انه جه من الصين وبغض النظر ان كان وبا ولا غبا بسبب خطية ونجاسة ولا متصنع في الخباسة وتسرب من معامل التنين. مش ده بس اللي اختلف عليه العلماء والمثقفين والمنظرين ورجال الدين. السؤال هو ده بسمح من ربنا ولا شغل شياطين؟ وكل واحد شهر ميكروفونه وألمه وما يحرمش الأمر من سكين. اللي قال لو من الشياطين ازاي يصيب مؤمنين؟ بس ناس تانيين فاهمين ومعلمين قالوا الأمر ما يخرجش عن تلات عناوين، إما هو لطمة من الشيطان أو عقاب على عصيان أو ممكن امتحان للإيمان. مش مشكلة بس رسونا يا بقى على بر يا جدعان. طب خليني أقول ما تسيبنا من التنظير والبحث والتفسير والكلام الكتير، ما تيجي نروح في سكة غير ونقول باعتبار إن الرب صالح يبقى كله للخير ونفتح سكة جديدة وراية للتغيير. وبدل ما كنا متعودين في اليوم ده من كل سنة نجتمع ناس بفرح وناس بمزيد من الحزن والأسى، جايين نحضر حفل ولا واجب عزة على المصلوب والصلب، كلمتين كده يقطعوا القلب عشان محدش يقول الصلب اتنسى وتنعي الكنيسة بطيفة كذا الراجل اللي كان ضحى وفدى ومصمصة على دمعتين وكده، يبقى عملنا الواجب واخدنا العزة. لكن بصراحة مش جايين نرص كلمتين والسلام ولا نبيع عليكم حبة كلام ونعمل لنا بروجرام بطولة صفوة ولا سهام، ولا جايين نصدر على بعضنا أحكام وكلنا كلنا لحنا ديابة ولا احنا حمام. عايزين نحكي معاكم حاجة مش محتاجة لا مقدمة ولا دباجة، عن حقيقة أوضح من الشمس أبدع عدوك فيها تضليل وطمس، وفي حربه على الصليب بيستخدم كل الأساليب يخوفك شوية يلهيك شوية وخلى أسطع حقيقة مخفية، وقبل ما يعملها فيك عملها فيا، وجاي يبيع لنا سمك في مية وخلانا نجري جري الوحوش على شهرة وشهوة وشوية فلوس. المشكلة إننا عارفين إن ده كله فنكوش وفشوش، وقدام فيروس بان الرعب على الوشوش خلى العالم يصرخ يا رب ارحم وحوش، من فيروس نونو ارتعب العالم وجن جنونه ومش الموت في موكب مهيب يرعب لحياة كانت هتنتهي بعيد ولا قريب، شراسة حرب العدو على الصليب انه فكرة الفدا عن المشهد تغيب، شراسة حرب العدو على الصليب ان فكرة الفدا عن المشهد تغيب، الفدا اللي هيوصلك لحياة لا تنتهي، لا مرض لا حزن غير المشهد البهي لما مع يسوع نلتقي. اوعاك من الخوف، الخوف له عذاب، الخوف سلاح الكذاب، وخلي بالك كلمة في ودنك أقولها لك رغم أن سلاح العدو كله في شنك وصوت، بس لو صدقته يعمل رعب يعمل موت، رغم أن سلاح العدو كله في شنك وصوت بس لو صدقته يعمل رعب يعمل موت. أصل الفدا كان كامل وضامن لهنا وهناك، والصليب في جعبته شامل سلامتك ويا شفاك، أصل الفدا كان كامل وضامن لهنا وهناك، والصليب في جعبته شامل لسلامتك ويا شفاك. فكر فيها خليك عاقل، لما يبقى لكل الأشياء حامل يبقى ممكن يفشل في حماك، لما رش دم التيس بينجي أمال دم يسوع يعمل إيه، ولما نظرة للحية النحاسية بتشفي يبقى صليب يسوع قد إيه.
اغلق بابك، اغلق بابك وابعد عن التجمعات. صلي صلي وافتح كتابك واصرخ أبانا الذي في السماوات. اعرف مكانك وافهم، إن كنت خاطي ارجع وتوب، وإن كنت ابنه امسك في المكتوب، وإن كنت مريض الحق بالإيمان المسهد بالتوب. قالوا زمان النصيحة بجمل، ونصيحتي ليك مصدرها الحمل. عايز تخلص من الخوف اشتغل، زي ما العدو للمزمة يشيع عايزك تشتغل وياي شفيع، زي ما العدو للمزمة يشيع عايزك تشتغل وياي شفيع، ولوعود سيدك في وش رئيس سلطان الهوى زيع. تعالى تعالى نعمل حيطة ونعمل سد، ونقول سيدي جعل الكل الأشياء حد، عن العالم نقف وندافع، نعمل محاميين ونترافع، عن العالم نقف وندافع، نعمل محاميين ونترافع. سجودك ودموعك تخلي أعظم جيش يتراجع، مطلوب في الحرب مسعفين ومتطوعين، يشتغلوا متشفعين ومحاميين. الحق الجلسة مفتوحة والقضية منظورة، والمتهمين في القفص والاتهام منتهى الخطورة، والقاضي جالس والمشتكي واضح في الصورة. قبل القضاء وقبل الحكم في حد مهم غايب حضوره ومش واخد دوره، خد دورك ومكانك ومارس مهامك من الكتاب والتعليم، عشان دي مهنتك زي ما هي من صفات التلات أقانيم. دافع عن الحق بحق واعزف تسبيح ويا ترانيم، واوصيك ان كان فردي ولا جماعي اعزف نوتة ابعد عن السماعي، واستعين بالروح مش بس هتخلص روح، انت هتنقذ ملايين، ادفع ودافع اركع وترافع، كلام سيدك سيف مسلول، ادفع ودافع اركع وترافع، كلام سيدك سيف مسلول، وسيدك لما يقول يقول ويطول، يكسر الفخ يقطع شبك ويكشف شرك ويجيب العدو مذلول، تسيدك اصلا خلى العدو مشلول، ياد ما تبقاش بكل ريح محمول. اصل الوباء قبل المطهر والكمام محتاج شفيع يطلب للمدينة سلام، وقبل المصل واللقاح لازم يعرفوا في ايدك يا كنيسة المفتاح. أصل الوباء قبل المطهر والكمام محتاج شفيع يطلب للمدينة سلام، وقبل المصل واللقاح لازم يعرفوا في ايدك يا كنيسة المفتاح. تعالوا تعالوا نرجع نتواضع ونتوب، ما تيجي نتوب مش بس عن الخطية، لا نتوب عن حاجات غبية، ما تيجي نتوب مش بس عن الخطية وكمان عن حاجات غبية اختبرناها وجربناها وبنسقط فيها للمرة المية. سامحني سامحني عن كل وقت كنت باصص فيه تحت رجلي ونسيت مكانتي وقيمتي المدفوع فيا، سامحني عن كل لحظة نسيت فيها دمك ونسيت الأبدية. انسى اللي كان، انسى اللي كان وكنا قاعدين فيه نعرق ونبذل، نقلب ونعدل، نشتل ونغزل، وعن أقرب مالينا بنعزل، ومين من حبايبنا كنا بنخزل، والحد فين كنا بننزل، وعلى إيه ومين بندوس عشان حبة فلوس. اصحى ما كشف اللعبة الفيروس، انت ناسي ان سيدك ضمن الغريب ما خلعوا ثيابه، وان تأديب سلامنا هو دفع حسابه، حسب وعوده يتحقق كل المطلوب. مرعوب ليه؟ مرعوب ليه؟ ما تسند طولك من الخوف، عينيك مدمعة وركبك مخلعة يا عبيط، لما تبقى في ايده حد يطولك، ما تبقاش خرق خليك جدع، كونوا رجالا وقفوا في الثغر، حتى العدو لو جالك في صورة نهر امسك في ايده، قول نفخة يهوى تبيده، امسك في ايده نفخة يهوى تبيده، خد تهديدات العدو وعلى الحيط انشرها، تلقى سيدك ليك كل الامكانات سخرها. بشهدك في تاريخ سيدك في حرب خسرها، اللي قال لا أهملك لا أتركك، واللي أمر يشوع يأمرك، اللي قال لا أهملك ولا أتركك، واللي أمر يشوع يأمرك، والأمر صدر بحمايتك وبعزك أمر، لا تؤذيك الشمس ولا حتى القمر، ودمه على خطايانا وبلاوينا ستر، ووعده ليك
لا يصدم رجلك حجر، وفي حضنه تبات ده عمل لك مظلة من الخطر، وتشوف الضيقة كهزيع وعبر، وهناك هناك محضر لك اللي ما خطر على قلب بشر، اسمه برج حصين، سيف ذي حدين، أقوى جهاز مناعي وأقوى سلاح دفاعي. لا ترهب لا تخاف ولا ترتعب، بركته بتغني ولا يزيد معها تعب، يهوى قادر وربان ماهر، ومن إيده لا يفقد أحد، وسيدك عشان واحد ينجي بلد، بس انت اطلب العون واطلب مدد، تلاقي أبوك في ظهرك سند، تعلق بيها اعمل معروف، اتعلق بيه وبكرة تشوف، تعلق بيها اعمل معروف، اتعلق بيه بكرة تشوف، وحفظك عمره ما كان قدر، ينجيك ويعليك ويطول العمر، ممكن ما يزيدش راتبك بس أكيد يعلي مراتبك، ممكن ما يزيدش راتبك بس ممكن يعلي مراتبك، ولما يصعب عليه مش بيعاقبك بس ممكن يعاتبك. النهاردة يا شعب الرب في يوم الحب مطلوب مدافعين، في يوم الحب مطلوب مدافعين، في ذكرى الصلب مطلوب متشفعين، في ذكرى الصلب مطلوب متشفعين، تحية من القلب للي في الصغر واقفين، اعلن يا كنيسة أعظم نبأ، وقول قدام يهوى هرب الوباء، هرب الوباء، هرب الوباء. خلينا كلنا ندي يد لصفوت وسهام على مرة كمان على النعمة والعطية اللي ربنا اداها لهم، انهم يباركونا في هذا العيد. مبارك اسم الرب. نعم كلنا محتاجين الى متشفعين، وعمل ربنا في هذه الايام محتاج ناس تقف في الثغرة علشانه، ناس حقيقية. وانا بصلي من كل قلبي الله يوقظ فينا ككنيسة ان احنا نيجي نعمل ده. خلينا مرة أخيرة نيجي نسمع كلمة الله من مزمور 103 ومن رسالة بطرس الأولى، مع أخونا مايكل يجي يباركنا بهذه الكلمات. تفضل يا مايكل. مساء الخير. حابب أشارك معاكم النهاردة في أعظم يوم في السنة من وجهة إيماننا بعض الكلمات اللي فيها قوة وتعزية. وهنبدأ بسفر المزامير مزمور 103 الأعداد من 1-5. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. أمين. كمان حابب أشارك معاكم من رسالة بطرس الأولى إصحاح 1 من الآيات 3-8. كلمات بتقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السموات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد. أمين. في آخر كلمة أسيبها معنا من نفس المقطع اللي قريناه في البداية في إشعياء أصحاح 12، نفسي أقف بس قدام آية. في عدد واحد بيقول: في ذلك اليوم تقول في ذلك اليوم أحمدك، أحمدك يا رب. أول حاجة بتقول في ذلك اليوم، أول حاجة بتبتدي في هذا اليوم أنك بتعمل إيه؟
بتحمد، انك بتشكر، انك بتعظم، انك بتبارك خلاص الله اللي صنعه في حياتك. لكن اللي انا نفسي اقوله عدد 4 تقول كلمة الله: تقولون في ذلك اليوم. مرة تانية خد بالك، تقولون في الاول احمدوا او احمدك، وهنا بتقول تقولون في ذلك اليوم احمدوا يهوه، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بافعاله، ذكروا بان اسمه قد تعالى. كلمة تذكروا هنا، عارفين بولس لما يقول انهض بالتذكرة ذهنكم النقي، ذكروا يعني ارجع افتكر مرة تاني، ابقى فكرني. عارف اقول لك فكرني، فكرني يعني ذكرني، قل لي، صحيني. احنا بنحط منبهات وبنحط الارمز وبنحط حاجات كتير عشان تفكرنا تصحينا. واليوم واحنا واقفين بنحتفل بهذا العيد، كلمة الله بتقول لنا مرة تاني: فكروا نفسكم من جديد ان اليوم يوم خلاص. هللويا، اليوم يوم خلاص، ولانه يوم خلاص، لانه الهيم يشوع تي 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 يشوع تي يعني بتاعي انا، ده خلاصي انا. ما اعرفش عنك، ما اعرفش عنك، لكن انا اعرف عن نفسي، ولاني اعرف عن نفسي انا بذكر نفسي في المرتين. حاجة غريبة، تقول في ذلك اليوم، مرة الأولى أحمدك، والمرة الثانية تقولون كلكم كجماعة احمدوا الرب، احمدوا الرب. ذكروا أن اسمه قد تعالى. حد يفتكر حد في كلمة الله كان بيفكر نفسه؟ هلو هلو، حدش فاكر حد ذكر نفسه كده، قال لنفسه اصحي ما تنسيش؟ مين؟ داود. داود في مزمور 103 الكلمة بتقول مرة تانية، كلماته الرائعة بتقول الكلمة: باركي يا نفسي يهوه، وكل ما في باطني ليبارك. هنا خد بالك الآية تقول ايه؟ ذكروا بأن اسمه قد تعالى. هنا بيقول ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي يهوه، ولا تنسي كل حسناتي، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. افتكر يا نفسي، دي وقفة مش وقفة في السنة، دي وقفة كل يوم. ينفع تكون وقفة كل يوم؟ ينفع أن يكون هو ده إلى اسمك وإلى ذكرك؟ خد بالك يا جماعة، في كل مرة كنا نقول الذكر مربوط بالاسم، والاسم اللي بنحتفل به النهاردة إلهيم يشعاتي. هو ده فرحي وفرحك، هو ده رجايا ورجاك اللي احنا جايين نحتفل به النهاردة. ويستاهل الابتسامة، تصدق؟ يعني يستاهل انك ترسم ابتسامة، يستاهل انك ترفع ايديك، يستاهل انك تعبر بشكر وامتنان للرب اللي خلصك. مش عارفين مكملينها ازاي، معيش يسدد لغاية اخر الشهر، عندي حالة مرض، اولادي موجودين في الحتة الفلانية مش عارف اوصل اليهم، بس في حاجة حقيقية، والحاجة الحقيقية انه خلصني وبيخلصني ولسه هيكمل لغاية النهاية انه يخلصني. يخلصني من كل موقف، يخلصني من كل أزمة، يخلصني من كل مرض، يخلصني من كل ضيقة. ليه؟ لأن ده اسمه، ده اسمه، ده اسمه أنه هو يشوع، ده اسمه أنه هو مش بس يشوع بتاع الناس، ده يشوع تي، ده خلاصي أنا، ده بتاعي أنا، وأنا اختبرته في حياتي وبشهد عنه أنه صنع معروف معايا. صنع معروف معايا. عارف لو ما كانش صنع معروف معايا كان الشرير بلعني وبلعك من زمان، كان قضى علينا من وقت فات. لولا الرب الذي كان لنا، لولا الرب الذي كان لنا لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا. كم من حفرة الشرير حفرها لي وحفرها لك، كم من مرض عايز يضربنا به، لكن في إله اسمه إلهيم يشعاتي وقف له بالمرصاد. ليه؟ لأن أنا وإنت محميين، مستورين، ومختارين إن إحنا نكون تحت الستر وتحت الغطاء اللي حمينا كل الوقت. مزمور 145 تقول كلمة الله: ذكرى
كثرة صلاحك يبدون. عارف يعني يبدون؟ يظهر عليهم. بدأ عليه أي عبر عنه طلع. وأنا بصلي يا جماعة الرب، يا إخوة الرب، يا شعب الرب في كل مكان، اليوم يوم احتفال حنقول فيه للشرير، رغم اننا محبوسين، رغم ان كل واحد مننا في بيته، رغم مش عارفين نتقابل مع بعض، لكن اليوم احنا هنحتفل بإله خلاصنا، وحنبدي للجميع ان احنا فرحانين، ان احنا بنرنم، ان احنا بنشكر من قلوبنا، وبنقول للرب الى اسمك والى ذكرك شهوة نفوسنا يا رب. بشروا من يوم إلى يوم بإيه؟ بيشوعاته. بخلاصه. بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه. أنا مش ناسي معروفك، أنا مش ناسي أمانتك. إيه رأيك لما تغير نمط تفكيرك اليوم قبل ما نخلص مع بعض احتفالنا؟ وإحنا بنحتفل غير نمط تفكيرك. نمط تفكيرك هو عندك حاجات كتير شغلاك، مش بقلل منها صدقني، ربنا يعينك فيها، بس احنا واقفين وقفة. نمط التفكير اللي هتغيره انك هتبتدي تفكر بالمعروف والأمانة والنعمة اللي هو صنعهم معك. ولما تفكر في ده هتقف وتشكر وتقول كتر خيرك على الأمانة وعلى اليد الممدودة اللي انت باركتني بيها. بصلي من كل قلبي النهاردة واحنا بنقول إلهيم يشعاتي، قلبك يتملي بالفرح، قلبك يتملي بالبجهة. الرب النهاردة يدي لك بروح القدوس، روح الفرح اللي يملاك، يرفع قلبك، يشددك ويشجعك وانت بترنم للرب إلهك. لو في مكانك خلينا كم ترنيمة الأخرانين نيجي فيهم، وأنا بقول أنا بعبد الإله الواحد، أنا جاي بدي التسبيح والعظمة للذبيح اللي اتذبح علشاني. مبارك اسمك إلى الأبد يا رب. هللويا. كيف أنسى سيد الغالي المسيح، كيف أنسى دم ذي الجنب الجريح، كيف أنسى سيد الغالي المسيح، كيف أنسى دم ذي الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتطوع لياي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يداي، من رآني في I'm
هللويا. يسوع هو اللي بكلمة من فمه يلقيني
على
لبس إبليس لبس النوع عيشوا فرح السماء فرح أفرح يلبس إبليس لبس النوع يس وهو تفنى عليه بيزيد زيد المسيح أسلح على الليلة من غمكم بالوا الأبطال أبطال يمشوا بإسرائيل قدامكم زيد المسيح تسليح على الليلة من غمكم بالوا الأبطال أبطال يا رب من قلوبنا جايين نشكرك من قلوبنا جايين نباركك نعظمك نرفعك نهديك الحمد لأنك كنت وحتظل لينا أنت إلهيم يشوعاتي أنت هو إله خلصنا اللي خلصتنا اللي شفتنا اللي باركتنا واللي لسه ماشي معانا في السكة وفي الطريق قلوبنا ممنونة ليك يا رب قلوبنا شكرا إياك لأجل فصحنا لأجل المسيح يسوع اللي ذبح من أجلنا وعشان كلمتك بتقول لنعيد لتكن أنت عيدنا اليوم يا رب أيوة رب العيد ده مفهوش للبس ولا أكل ولا عزومات ولا حاجة مخصوص لكن العيد ده حقيقي لأنك أنت فيها خروف الفصح المذبوح علشاننا يا رب يا رب بشكرك لأنك تدينا في كل فرصة وفي كل وقت إن إحنا ناكل منك إن إحنا نشرب من حياتك تيجي في حياتنا تبدلنا تشفينا تصنع برأفة وبنعمة معروف جديد في حياتنا شكرا على شعبك وعلى بركة شعبك باركناكم من بيت الرب يد القدير تكون عليكم الإله اللي أقام يسوع المسيح من بين الأموات قادر أنه يرعاك ويباركك ويكون لك هو إلهيم يشوعاتي اللي يسترك يستر بيتك يستر حياتك يغطي كل ما فيك يحميك إلى المنتهى لأنه هو إله خلاصك كل سنة وإنتم طيبين